بالله وبرسوله، ولا ينبغي أن يكون الإنسان قاصر الرغبة في الازدياد من العلم، فقد قال الله تعالى لنبيه: وقل رب زدني علما. ولم يأمر نبيه بطلب شيء من الازدياد منه إلا العلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. وفي هذه الآية وهذا الحديث تحريض مؤكد على تحصيل العلم ونشره، فلا يفتكم هذا الخير العظيم، فاصرفوا إليه همومكم ووفقكم الله. لمن سبقكم
الخيار المؤمنين. رحيم السبب.